أهلا وسهلا فيك، معك تقوى من تونس، وأنا كثير سعيدة بتقديم فيديو فرصة القرن 21. بتمنى أنه كل واحد عم بيشوف هالفيديو يستمد منه القوة لياخذ قرار كثير مهم بحياته ويغيرها للأفضل. هالفيديو إلك لو حاسس حالك منا كتير مرتاح بشغلك، عم تعطي أكتر مما بتاخد، أو عم تتعب ومنك موصل على طموحك، عم تستحق أحسن مما أنت فيه، أو حتى لو أنت صاحب مؤسسة بس عم تغرق كل يوم بشغلك زيادة وما عم بتلاقي وقت لحالك، للناس اللي عم بتحبهم، لعائلتك، هالفيديو ممكن يكون فيه الحل لإلك. كمان لو بدك تخلي بصمة في بلدك تدفعه للأفضل، فيك تلاقي الوصفة اللي راح تساعدك. باختصار، كل حد فينا له طموح وعم بيدور على جواب لسؤال كتير مهم بحياته. بدعوك انك تكفي الفيديو للآخر واخد قرارك. طيب خليني بلش عرفك عن حالي. أنا تقوى وسليتي من تونس، كفيت دراسات عليا بالتسويق وتوفقت بوظيفة كثير محترمة. اشتغلت مديرة تسويق بشركة خاصة وإلى صيتة بتونس، وكل شيء كان تمام، بس الشغل شوي شوي أخذ مني وقتي وصارت حياتي كلها شغل وبس. حتى لما تزوجت وصرت أم ما كنت كثير حاضرة مع عائلتي، كل يوم عم حس حالي بعد أكتر وعم ضيع أوقات كثير مهمة وإلى معنى كبير بحياتي. فعن جد هالإحساس كان قاتل، وفكرة إنه ما يكون لي ذكريات مع ابني وعائلتي مات كثير تقبلتها، وبلشت أفكر في حل تاني. كنت عم أقول لحالي هلا معقول لازم أختار بين الشغل والعيلة، يعني مو معقول، أكيد في معادلة ثانية أنا ما عم شوفها. وسبحان الله لما الإنسان ببلش يدور على حلول ويسعى للتغيير، رب العالمين بيستجيب ويسر له أسباب ويبعث له مؤشرات. بس في ناس عم تاخذ بهي الأسباب وناس لأ. فمن هون اجا لقائي بالشخص اللي حكالي عن فكرة المشروع اللي راح احكي لك اياها في هالفيديو. وصدقني ما فيني اوصف لك شعوري ساعتها، كنت بس مآمنة انه هيدا هو الحل. ما بعرف ليش، بس كنت ولازلت كتير محمسة وقلت هيدا هو، ومشيت وراء احساسي. ومن يومه وحياتي اخذت منعرج مختلف وتخيرت 180 درجة. وعن جد كتير تمنيت لو علمونا من صغرنا انه في خيارات ثانية بالحياة، وانه منك مجبرين نعيش مثل اسلافنا. يعني ممكن نصنع واقع جديد مختلف بس عم يشبهنا لنا ونعيش فيه وننجح فيه كمان. فبلشت أبحث على الإنترنت ومنشان أفهم زيادة يعني طبيعة المشروع. وكانت مفاجأتي لما تعرفت على شخصية روبرت كيوزاكي، رجل أعمال أمريكي، شخص لامع في مجال المال والأعمال وكاتب معروف. استضافته أوبرا وينفري في كثير حصص، له كتابات مهمة غيرت حياة ألاف وألاف الأشخاص. فهالشخص روبرت كيوزاكي عرف مفهوم الغنى وصنف الناس إلى فقراء وأغنياء حسب تعريفه للغنى، لمفهوم الغنى. طيب نحن معودين إنه الغني هو الإنسان اللي عنده مال، بس روبرت كيوزاكي بيعرف الغني اللي عنده المال وعنده الوقت. فالمعادلة الصحيحة للغنى حسب روبرت كيوزاكي هي غني يساوي مال مع وقت. يعني لو انت اليوم عم تكسب مال ومرتاح كثير ماديا بس ما عم بتعيش حياتك بشكل متوازن وما عندك وقت لعائلتك ولحياتك الخاصة، منك غني حسب روبرت كيوزاكي. فاستنادا لهالتعريف بتلاقي اول المصنفين فقراء هن الموظفين، هن عم يشتغلوا للحساب الغير، إلن أجورهم رواتبهم بيقبضوهم آخر كل شهر بس ما عم تكفي احتياجاتهم. فالموظفين يعني طبيعي لهم طموحاتهم، بدهم يشتروا بيوت، سيارات، يدرسوا أولادهم بأحسن المدارس، بس هن كمان عم بيبيعوا وقتهم مقابل الراتب الشهري المحدود، وبيضلهم هيك بنفس الـ الـ على نفس الطريقة لحد التقاعد على أمل أنه يصير عندهم أكثر وقت. ثاني المصنفين فقراء حسب روبرت كيوزاكي هن أصحاب المهن الحرة أو أصحاب المشاريع الصغرى.
يعني اللي فاتح محل، فاتح مطعم، مقهى، أو حتى الطبيب والمحاسب. يعني هن أصحاب الشغل، ما عندهم مديرين بيتحكموا فيهم أو بيطالبون بشي في الشغل، بس بيصيروا عبيد لمسؤولياتهم، لشغلهم اللي بياخد كل وقتهم، رغم انهم عم بيحسنوا مداخيلهم المادية، بس ما فينا نقول عنهم أغنياء. كمان في شغلة كتير مهمة بدي ألفت نظرك لإلها. بناخد مثلا الطبيب، عن جد هو لما عم يشتغل في العيادة تبعيته، عم بي بي يعني عم بيكون له دخل كتير محترم وفي مال بيربحه، بس لأمتين ممكن هالطبيب ما يروح للعيادة وهالمال وهالمدخول بيضلوا موجود. فهون بتفهم إنه ربحه للمال مرتبط بوجوده في العيادة تبعه، فلو ما كان موجود ما رح يربح، لهيك ما فينا نعتبره غني. طيب هلا شفنا مين هن الفقراء حسب روبرت كيوزاكي، ولو لاحظت ان اغلب الناس اللي حوالينا واللي بيكونوا المجتمع بتلاقيهم في هالجانب من الفقراء. فمن هن الاغنياء؟ اول المصنفين اغنياء هن رجال الاعمال اللي توفقوا بخلق منظومة عمل كاملة فيها كفاءات بتشتغل لحسابهم، حتى لو ما كانوا موجودين جسديا بمكاتبهم. يعني هلا مثل بيل جيتس، بس شوف قديش أخذ وقت ليخلق هالمنظومة، وقديش دفع راس مال من الأول وجازف فيه ليوصل لهالنتيجة. كمان في المستثمرين في مجال العقارات مثلا او البورصة، يلي المال هلا بيشتغل لإلهم مو العكس. طيب هلا لشو كيوزاكي عم بيحدد مفاهيم ويصنف الناس بهالشكل؟ لأنه حلم كل حدا فينا إنه يشتغل شي بيحبه، ويكون حر في وقته، ويعدي من الشمال لليمين، يعني من الفقراء للأغنياء. فروبرت كيوزاكي بيقول لك إنه من أحسن الطرق لتحقيق هالهدف بطريقة في متناول أي إنسان هو المشروع اللي عم بحكيك عنه هلأ، ويلي روبرت كيوزاكي كتب عنه كتاب، وكمان عديد الخبراء المهمين في المالية والاقتصاد تكلموا عنه كحل اقتصادي كتير جدي، هو الـ MLM أو الـ Multi Level Marketing أو التسويق الشبكي. وياريت تفتح على الإنترنت وتشوف العالم كيف عم يحكي عنه وعن النتيجة اللي ممكن توصل لها بالتسويق الشبكي. يعني شوف ليس براون شو حكى، كمان الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون في خطاب كتير مهم بيشكر فيه المسوقين الشبكيين على الشغل اللي عم بيسوونه ويلي عم بيغير اقتصاد بلدهم. فلو ما كان الموضوع مهم وجدي ما بيحكي فيه رئيس أول دولة عظمى. كثير الشخصيات حكيوا عنه، يعني مثل جيم رون، بيل جيتس، وارن بافيت وغيرهم، وكلهم عم بيأكدوا قوة هالنظام الاقتصادي وقدرته على تغيير العالم. خلينا نفهم شو هو التسويق الشبكي اللي بيحكي عنه كل العالم. ببساطة هو طريقة توزيع جديدة للمنتجات مختلفة عن الطريقة التقليدية. هلأ أي منتج عم تشتريه أو موجود عندك بالبيت، تلفزيونك، برادك، مثلا الموبايل تبعك، أنت اشتريته ب$1000 من المحل مثلا، بس أنت عارف أنه طالع من المصنع بأقل، يعني خلينا نقول ب$200، يعني لأنه في مصاريف الدعاية، مصاريف التوزيع العالمي، وبعدين الموزع المحلي يلي بيوصل الموبايل للمحلات يلي كمان عندهم مصاريفهم. فأنت بتشتري هالموبايل ب$1000 بعد ما لف بدورة التوزيع التقليدية. في التسويق الشبكي بنعتمد طريقة توزيع جديدة لهالمنتج. تجي شركة النيتورك ماركتينج للمصنع وبتضاعف ثمن الوحدة، يعني بتقله للمصنع رح أعطيك $400 على المنتج الواحد بدال الـ$200، على شرط إنه نشيل كل الوسطاء الموجودين بالنص. يعني بنشيل الدعاية والتوزيع العالمي والمحلي وكمان المحلات. فلا انت بتسأل حالك يعني كيف بده يوصل المنتج للناس إذا شلنا كل هالوسطاء؟ ببساطة شركة النتورك ماركتينج تعتبر حرفاء شركاء معه، وهن اللي راح يعوضوا شبكة التوزيع الكلاسيكية.
طيب كيف فينا نعوض الدعاية والإشهار مثلا؟ يعني طيب كيف الإنسان العادي بده يعمل دعاية للمنتج؟ الجواب كتير سهل، أنت عم تعمل دعاية كل يوم ومنك حاسس، بشكل كتير عفوي عم بتوجه اختيارات الناس اللي حواليك وعم بتساهم في تغيير مشترياتهم حتى، وهيدا من غير ما تقبض ولا مليم، يعني من غير مقابل لهالشي، عم تعمل دعاية مجانية. فمثلا لما انت بتنصح حدا بماركة معينة او منتج معين وهالشخص عم بياخد بنصيحتك ويعمل برأيك، هيدي اقوى دعاية ممكن نسويها لهالمنتج. وشركات النتورك ماركتينج واعين بقوة هالطريقة وعرفانين انه الكلام اللي بنتداوله حول المنتجات بيأثر على الحرفاء اكتر من الدعاية العادية يلي بتكلفهم كتير. كمان المسوق الشبكي بيصير هو الموزع العالمي والمحلي وبيعوض المحلات، لأنه شركة النتورك ماركتينج بتعطيك ويب سايت متكامل، بتعطيك .com منشان يساعدك على الشغل، وبتنفتح على كل العالم ليكون عندك شركاء بكل الدول، وهالويب سايت مو انت اللي راح تسويه، يعني هي الشركة بتعطيك اياه جاهز حتى يكون أداة لشغلك، وبهالطريقة تكون عوضت طريقة التوزيع الكلاسيكية، وبدال يعني المحل اللي بتروحه بيصير في واجهة للتجارة الإلكترونية. المصاريف يلي بالنص اللي وفرتهم شركة النتورك ماركتينج بتتقاسمهم معك بالنص، يعني 600 دولار يلي وفرتهم الشركة بتاخدهم انت وياها. طيب لسوء الحظ في كتير عالم عم بتغلبط بين التسويق الشبكي يلي غير اقتصاديات بلدان كتير وحكيوا عنه الخبراء والنظام الهرمي، وهي شغلة كتير كتير مهمة انه نبين الفرق بيناتهم بين النظام الهرمي والتسويق الشبكي، رغم انه يعني بالعقل واضح انه ما ممكن ناس يعني بهالحجم والمكانة العلمية مثل رئيس دولة أو خبير اقتصادي وفي المالية يحكي وبيدافع عن نظام اقتصادي مو مجدي. أكيد في غلط بالنص أو عدم فهم للفارق بين التسويق الشبكي والنظام الهرمي يلي بينهار بالآخر. فحاول دائما تاخذ المعلومة من أهل الذكر، ما كتير تتعلق بآراء الناس العادية، يعني اللي منا عن جد منا كتير فهمانة يعني أساس المعلومة. في فوارق كتير جذرية بين النتورك ماركتينج والنظام الهرمي، أهمها أنه في النظام الهرمي ما في منتج، في حين أنه التسويق الشبكي هو عبارة عن طريقة ترويج أو توزيع جديدة للمنتجات، عم بتعوض الطريقة الكلاسيكية. شو يعني هالكلام؟ بالنظام الهرمي بيقلك أعطيني مصرياتك عبارة عن رأس مال ما بتشتري فيهم أي شيء، لا بتجي ولا بتروح ولا بتشتغل، بس بعد شهر مثلا برجع لك إياها الضعف من غير تعب أو أي شيء. وهيك بيصير مع كتير عالم، والشخص اللي عم بيروج لهالنظام بيجمع مصريات كل العالم وفي يوم بيفل وبيتركهم مو فهمانين أي شيء، يضيعان مالهم وأحلامهم. فهي طريقة تحيل. أنا هلأ ما عم باخد من وقتك لحتى أحكيك على النظام غير أخلاقي أو قانوني، أنا اليوم عم بحكيك عن نظام اقتصادي عم يقلب العالم كله، وكتير شركات بلشت تشتغل فيه، حتى المؤسسات البنكية بلشت تعتمد التسويق الشبكي لترويج خدماتها. يعني في عدة شركات في مجالات مختلفة، يعني ما خص نوع المنتج لحتى تبلش تشتغل بالتسويق الشبكي، في بالكوسمتيك، في بالأدوات المنزلية وغيرها وغيرها، في يعني مواد تكنولوجية وغيرها. فهي طريقة بتساعد على ترويج المنتجات من غير الدعاية الكلاسيكية، لا تلفزيون ولا راديو ولا غيره، بس أقل مصاريف بتتقسمون الشركة مع المسوق الشبكي. الخلاصة إنه دائما في منتج بنشتغل عليه، يعني لنوصله للعالم نعمل له دعاية، في حين إنه بالنظام الهرمي ما في منتج أساسا. كمان البوزيشن تبعك، مكانتك بالشبكة هي اللي بتحدد لك قيمة أرباحك،
عقد ما بتكون بالمراتب الأولى بالشبكة عقد ما بتكون أرباحك أعلى. وهيدي الشغلة كمان فارق كتير مهم بين التسويق الهرمي، بين النظام الهرمي عفوا والتسويق الشبكي. تسويق الشبكي بس شغلك هو اللي بيضمن لك أرباحك، ورح تفهم شو هو الشغل، لأنه لو ما اشتغلت بجدية ما رح يكون في أرباح. شركتنا، خليني أقدم لك شركتنا يلي أنا اخترت أن يكون معها، رغم أنه في كتير شركات للتسويق الشبكي بالعالم. بس في شيء كتير مهم ولازم تعرفه من هلأ، أنه النجاح مرتبط فيك أنت، مرتبط بطريقة تفكيرك، بشغلك، مرتبط بقناعاتك، بلوين أنت بدك توصل وشو هي حدود أحلامك. يعني هلأ صحيح أنه اختيار الشركة شيء مهم، بس أحيانا بتلاقي ناس بتشتغل بشركات كتير قوية ومن الناجحين، بس لأن ما آمنوا بحالهم وحطوا عقبات قدامهم وما عرفوا كيف يشتغلوا صح. فإحنا عم متفقين إنه اختيار الشركة شيء أساسي، بس النجاح قيمة